أسعد الله مساكم مشاهدينا وفي حلقة جديدة نرحب فيكم أكيد في حلقة جديدة من برنامج سيدتي وأكيد أرحب بزميلاتي رندا ومها. أهلا وسهلا فيك كريم أكيد ومساك الله بالخير يا رندا ومساكم الله بالخير مشاهدينا وكالعادة رح نبدأ جولتنا الإخبارية مع زميلتنا رندا. دائما مواضيعنا متجددة يا مها ودائما عندنا كل جديد. طبعا اعتماد اللغة الإنجليزية ابتداء من الصفوف الأولى في المراحل الابتدائية، صرح وزير التعليم عن بدء الوزارة في اعتماد اللغة الإنجليزية من المناهج الأساسية للمراحل الأولى الابتدائية، ويطبق هذا القرار ابتداء من العام الدراسي القادم. التعليم عن بعد مستمر حتى بعد جائحة كورونا. كشف وزير التعليم عن ملامح مستقبل العملية التعليمية في المملكة. عملية التعليم عن بعد ستستمر حتى بعد جائحة كورونا، مشير إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات لعودة الدراسة حضورية، من بينها أنه يعمل كل معلم يوما دراسيا عن بعد أسبوعيا. تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية. وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية الإعلاميين السعوديين الأهلية لتسهم في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. احتفالات العاصمة السعودية باليوم الوطني 90 للمملكة ما بين جداريات وهدايا توزع. بدأت العاصمة السعودية في الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90. ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية. أعلن ديوان المظالم عن إطلاقه لخدمة استلام نسخ من الأحكام التنفيذية أو نسخ من الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيا عبر منصة عين. جدة تحتضن أطول ممشى بحري. أعلنت مدينة جدة عن احتضانها لأطول ممشى بحري بطول 310 متر وعرض 3 أمتار، ويتوسط مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومن أعماق البحر الأحمر احتفالات فريق الغوص السعودي. طبعا احتفل فريق الغوص السعودي من أعماق البحر على طريقتهم الخاصة من خلال رفع شعارات همة حتى القمة، وكمان واليوم الوطني السعودي اليوم الوطني 90. ثقافي لاحتفاء بتجارب سكان الساحل البحر الأحمر. تعتزم وزارة الثقافة تأسيس متحف البحر الأحمر في مبنى باب البنط في مدينة جدة التاريخية، واللي هو مقرر افتتاحه في أواخر عام 2022. سيتضمن على مخطوطات ومقتنيات وصور وكتب نادرة تحكي قصة مبنى البنط التراثي اللي كان نقطة وصل تاريخية بين سكان البحر الأحمر والعالم. إقبال على شراء الهاتف الذكي القابل للطي. طبعا تلقت الشركة المصنعة للهاتف الذكي القابل للطي طلبات تجاوزت 80,000 عددها. طبعا طلب لشراء الجوال في 5 أيام فقط. خلونا ننتقل لتويتر ولقصة مواطن في مهمة الحفاظ على التراث للبيوت القديمة من الاندثار. هذا بيت الوالد الله يرحمه، اتفقت أنا وأخواني على ترميمه والحمد لله وفقنا لترميمه ورممناه وطلع بالشكل المطلوب الحمد لله، ويصير وجهه للزائرين. نعم الحفاظ على التراث واجب الجميع، وهذا تراث ويجب أن نحافظ عليه. وإلى مقطع آخر للكابتن سلمان الفرج بعد أن أجرى المسحة الطبية الثانية مغادرا الحجر الصحي، وبذلك يصبح أول المتعافين. بإذن الله بتطلع، إحنا اليوم بعد نمسح ونمرس رجلينا ونطلع واكد. يلا إن شاء الله بالتوفيق. يلا عوافي حبيب قلبي موفق. يلا إن شاء الله بعد كلكم طالعين إن شاء الله في أقرب وقت. أكيد الحمد لله على سلامته، أكيد نتمنى الشفاء لباقي اللاعبين. وأخيرا إلى أبرز الهاشتاج معنا اليوم في تويتر نستعرضها لكم اللي هو هاشتاج وجه أمي.
وإلى الإنستغرام وصور ومقاطع لاستقبال أبناء الفنانة أصالة لها بعد عودتها من بيروت إلى القاهرة. حلوة يا مامي؟ كثير. هذا يعني أحلى ألبوم. مبروك يا روحي على أحلى ألبوم سمعته في حياتي بجد. الله الله. بكذا انتهت جولتنا الإخبارية. فقرات سيدتي أكيد مستمرة معكم دائما، مواضيعكم محل اهتمامنا، بس لا تنسوا تتفاعلون معنا على هاشتاج برنامج سيدتي. خلونا الحين